لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ صديق حسن خان في باب ما نزل في سقي المرأة ماشيتها، وفي باب ما نزل في كون مهر المرأة استئجارا إلى مدة معلومة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. قال في قوله سبحانه وتعالى ثم تولى إلى الظل فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فجلس فيه من شدة الحر وهو جائع، فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أي أي خير، أي أي خير كان، فقير أي محتاج إلى ذلك. قال ابن عباس لقد قال هذا وهو أكرم خلق الله، وهو أكرم خلق الله إليه، ولقد افتقر إلى شق تمرة وقد لصق بطنه بظهره من شدة الجوع. وعنه قال ما سأل إلا الطعام، وعنه قال سأل فلقة من الخبز يشد بها صلبه من الجوع. هذا الجزء من القصة يدلنا على هوان الدنيا على الله عز وجل، وذلك أن خيرته من خلقه لم يعطهم إياها، وذادهم عنها، أبعدهم عنها، كما يذود الراعي الشفيق إبله عن مواطن العطب. فإن الدنيا مهلكة للإنسان إذا انشغل بها وملأ قلبه بها. والحقيقة التي لا شك فيها أن أخذ الإنسان من الدنيا أوسع مما يحتاج، يجعل قلبه يتعلق بها ولا يستطيع الاستغناء عنها. ولو تأملنا معظم العبادات أو كل العبادات لوجدناها تتضمن تهذيبا للنفس،
في الاستغناء عن عادات الإنسان في الدنيا. فالصيام تحكم في الطعام والشراب والشهوة، والاعتكاف تحكم في النوم والخلطة والأصحاب، والصلاة تحكم في الراحة، وأيضا في قيام الليل تحكم في النوم. وذلك أن الإنسان يميل إلى الأرض، فإذا ظل قائما أو راكعا أو ساجدا فهي في أوضاع ليست هي الأحوال المريحة في للشخص، لولا أن حال القلب من شدة تعلقه بالله يغنيه حتى ينسيه تعب البدن. ولذلك وكذلك الحج والعمرة فيها مفارقة الوطن والأرض التي تعود عليها الإنسان، واختلاف الطعام والشراب والمنزل الذي ينزله الإنسان، ثم فيه انتقال وحركة ولا بد ومسافات وجهد جهيد، ومع كثرة العدد لا يستطيع أن يجد مركبا في كل أجزاء رحلته، أو حتى لو وجد مركبا يجد مركبا مثل بعير أو نحو ذلك، أو حتى يحصل فيها متاعب عديدة للناس أثناء ركوبهم. المركب الحالية يعني يمكث الناس فيها بالساعات مع الزحام، وكذلك يبيت ينزل بمزدلفة ينام على التراب، وتتغير كثير من الأحوال. لماذا؟ حتى لا يكون الإنسان أسيرا لوضع معين لا يستطيع أن يحيا مطمئنا سعيدا بدونه. هذا الأمر ليس حال المؤمن، ولذلك زاد الله أبعد الله الدنيا عن أوليائه، كما يذود الراعي الشفيق إبله عن مواطن العطب. هذا في أثر وهب بن منبه في كلام الله عز وجل لموسى عن الدنيا، أنه يذود أولياءه عنها كما يذود الراعي الشفيق إبله عن مواطن العطب. فسبحان الله، الإنسان لما يتأمل حال الأنبياء، وأن سيدنا موسى مشى كل هذه المسافة عبر شبه جزيرة سيناء وهو أصلا غير عالم بالطريق، وأيضا انتقل يعني من حال فيها رفاهية شديدة، قصر فرعون وكل ما يطلبه مجاب، ويعيش حياة رغدة، مرة واحدة انتقل إلى أن يعيش في الصحراء والجبال وبلا ماء إلا ما يجده من بقايا ماء المطر أو عين من العيون، ولذلك ومن الطعام لأنه خرج دون أن يعد عدة، لحظات فارقة، لو ما كانش اتحرك في الساعة دي ما كان أدركه الفراعنة وقتلوه. ففضل الله عز وجل تحول هذا التحول، ولم يكن عنده يعني تكدر في الصفات والأحوال والأخلاق. الناس عندها لما تيجي تصبح صايمة يقول لك يتخانق ويزعق ويبقى إيه، يقول لك أنا صايم، كأن صايم ده عشان امتنع من طعامه وشرابه بقى إيه. وكذلك في الحج يبقى الناس بتتخانق خناقات كتير عشان متعبانين ان هم ايه يعني بعدوا عن العادات المعتادة بتاعتهم. فربنا سبحانه الجهاد بقى كان الصحابة رضي الله عنهم تربوا ان هو بيخرج ده كل شهرين كان فيه سرية ولا غزوة، وبعدين بينزلوا فين؟ بينزلوا في الارض. بيناموا فين؟ في الارض. ما عندهمش حاجات الحمل حيكيموا عايشين على كام بعير، وهم ما كانش عندهم اصلا، ده هم بيتناوبوا احيانا الستة على بعير والسبعة على بعير على المسافات الطويلة. يعني غزوة تبوك دي كانوا يمشوا ينزلوا يعني كل بعير بيتعاقب عليه، يعني يمشي مثلا خمس ازداس المسافة او ستة اسباع المسافة ويركب سبعها او سدسها، لان هم كان الحال قليل. طب هيشيلوا بقى فرشة، واحنا احنا عندنا لما الواحد ينام على لحاف ولا بطانية يقولوا يا اهدى تحمل التحملات في السجن مثلا ولا حاجة،
يبقى نايم على بطانية، مع ان الامر ده ايه، ده احسن بكتير جدا من اللي من الصحراء والجبال والحجارة اللي في الارض. هيقعدوا ايه؟ مش هيشيلوا ايه؟ ده هيناموا كده وهياكلوا ايه؟ وكذلك يعني سبحان الله، اكل اي حاجة، ينام على اي حاجة، يعني الموضوع بالنسبة له هين. النقطة دي مهمة جدا في الحياة. احنا عندنا عادات لما لو ما جاتش ما بقتش موجودة عندنا ما نعرفش نعيش، ده خطر كبير. لذلك ربنا عز وجل قدر على انبيائه انه يمر عليهم لحظات ما عندهمش حاجة خالص، ولا مأوى، ما عندوش غير الظل، يعني عشان يتقي حر الشمس ما عندوش مكان يعيش فيه، ولا عمل ولا مال ولا زوجة ولا يعني عائلة، كل ده فقدوا مرة واحدة، او يعني ما بعضه ما كانش لسه موجود. وطعامه والشراب ده اهم حاجة، الطعام مش عند جائع، ليس عنده شيء، بقاله بتاع 10 ايام 15 يوم ولا حاجة بياكل ورق الشجر، لانه خرج بدون استعداد. هيلاقي ايه في شبه جزيرة سيناء اللي ماشي فيها؟ يعرف ايه؟ ان ما فيش حاجة ده يأكلها الإنسان. هيأكل إيه؟ ده لما يلاقي شجرة كمان، ده الشجر فيها قليل، ده الجبال هي اللي صعبة. وبعدين لما ورد ما أمدين، شوف الإنسان بقى إيه، ده أنا تعبان ما حدش يكلمني، ده أنا بقى لي قد إيه ماشي. لا سبحان الله، الكرم والجود والشهامة والإحسان وحب مساعدة الضعيف، ويعني أن لا يترك الضعيف اللي هي المرأتين لمن يأخذ الحق منهما، يعني يسيبهم كده الناس ما فيش ولا حد يقول لهم، طب بس واحد يسألهم المرة دي والتاني يسألهم المرة الجاية، وهما بنات الرجل الصالح، بنات رجل يعني اختاره الله عز وجل يعني مصاهرة كليمه موسى، بالتأكيد ان ده يعني رجل صالح عظيم القدر، ومع ذلك ما فيش ولا واحد. ولذلك هو ما جوزش بناته ايه؟ ولا واحد منهم، وكان البنات في سن زواج امرأتين، ومع ذلك ما ايه؟ ما ينفعوش، ما فيش حد عنده الصفات الطيبة اللي يعني تجعل هذا الرجل الصالح يزوج بناته. وسبحان الله في نص ساعة ولا في ساعة ولا في حاجة زي كده الصفات الحسنة بانت مرة واحدة وظهرت، وبالتالي استعد أن يزوج ابنته يعني في قاعدة واحدة. سبحان الله، مش طبعا علشان نقول إن الكلام ده يعني كده أي حاجة، بس عن يعني الصلاح يظهر فعلا والصفات الحسنة تظهر سريعا. وأيضا الفراسة، بالتأكيد هي البنت عندها فراسة، هذه المرأة الصالحة عندها فراسة. ولذلك قال ابن مسعود أن أفرس الناس عزيز مصر في يوسف، والمرأة في موسى عليه السلام، إن خير من استأجرت القوي الأمين، وأبو بكر في عمر، لأنه إيه يعني عارف أنه قادر على تحمل مسؤولية الأمة. الغرض المقصود أن الإنسان يبقى ربنا ما يقدر على الإنسان ضيق في بعض الأحيان، سواء كان في 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 طعام أو شراب أو منام أو مسكن أو مال أو صحبة أو أهل، يعني إن الإنسان لا، كل حاجة دون الله عز وجل يمكن أن يستغني عنها الإنسان، ما يقدرش يستغنى عن عبادة ربنا بس، وحيتعبد لربنا في أي حتة يكون فيها. ثم التضرع إلى الله عز وجل، يعني وحسن السؤال، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تعلم من الآية دي كيف يسأل الإنسان وحاجته الدنيوية. الآثار الموجودة أنه ما سأل إلا فلقة خبز نص رغيف، أو سأل شقة تمرة، أو يعني هو دنيته بس، أنا أقول يا رب ارزقني رغيف أكله، يا رب ارزقني شقة واسعة، يا رب ارزقني عمل الشغلانة دي عشان أجيب فلوس كتير، يا رب وسع لي، يا رب ارزقني يعني مثلا عروسة كويسة وجميلة وغنية، ولا عريس غني وكويس ونحو ذلك. لا
لا شك ان الحاجات دي من ضمن احتياجات الانسان، ولكن ازاي يسألها؟ يسأل ضمن نصوص عامة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لحبيبة، لأم حبيبة زوجته، لما سمعها تقول اللهم متعني بزوج رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، قال لقد سألت الله لآجال مضروبة وأرزاق مقسومة لن يعجل منها شيء قبل أجله، ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب النار وعذاب القبر كان خيرا لك. يبقى الواحد إيه؟ يا رب أجيب في الثانوية عامة 99، يا رب يا رب ارزقني الحاجة الفلانية دي. واحد يقول لي ادعي لي، أقول له ادعي لك ربنا، ندعي نقول ربنا يجعلها لك، يخدر لك الخير حيث كان. يقول لي لا ادعي لي أتجوز دي ويبقى ربنا يجعلها فيها الخير. أو واحدة تقول ربنا ادعي لك أتجوز ده وإيه وربنا يجعل فيه خير. طب ما انتش حدش عارف، ما انت بتعرفش الشغلانة دي، انا السفرية دي انا عايزها. لا، مش ده الادب في السؤال. السؤال ان انت تسأل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ليسأل احدكم ربه حاجته كلها حتى شسعا عليه اذا انقطع. يعني ايه الكلام ده بقى مع الحاجة اللي احنا بنقوله؟ ايوه، اساله ضمن ايه؟ ضمن ربنا اتنا في الدنيا حسنة. يبقى لما يتقطع يقول يا رب يعني اصلح لي شأني كله. يعني ليس من الادب، هو مش حرام، بس ليس من الادب ان يقول يا رب اصلح لي النعل انقطع، يا رب اصلح لي الخياطة اللي اتفكت او البتاع اللي عطلت. يقول يا رب ايه؟ اصلح لي شأني كله، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. يقولها على بعضها، اللهم اصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي اخرتي التي فيها معادي. يبقى يدعو الصلاح الاجمالي، ربنا اتنا في الدنيا حسنة. ما هو سأل في الدنيا حسنة من غير ما يقعد يفصل ايه الحاجات الدنيوية. فالدعاء بتاع رب اني لما انزلت الي من خير فقير من اعظم الادعية التي تفتح أبواب الخير للإنسان، أن يفتقر الإنسان إلى الله. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، واستشعار أن الله الذي ينزل الخير هو الخير طبعا هيجي من خلال ده، يجي يجيب لي أكل، أو أن أنا ألاقي حاجة يعني أسكن فيها، أو كلهم من هنا، بس حقيقتهم فين؟ من هنا. الأمر منها هنا، ربنا يأمر تقوم البنت تأتي لتقول له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فيستشعر العبد أن الله الذي ينزل، رب إني، طبعا التوسل إلى الله بالربوبية لأن الرب هو الخالق الرازق المصلح لشأن عبده، أنه سبحانه وتعالى المالك لكل شيء. المعاني دي لو الإنسان استحضرها وهو بيدعي هيبقى مختلف تماما عن أن هو بيقول كلام بلسانه مش مستحضر معانيه. زي الاذكار اللي بنقولها دي، الاذكار اللي بنقولها دي سبب للسعادة. مشكلتنا فيها ايه؟ اذكار الصباح والمساء واذكار ما بعد الصلاة، مشكلتنا فيها ان احنا بنقولها متعودين، حتى الواحد يبقى ايه جابها كده في السياق وعلى بعض وحافظها، او بيقولها من الورقة او من البتاع يقوم على طول بتبقى كأنها عادة، بيردد كلام احيانا يقوله وانا قلت المعنى ده ما خطرش على بالي، ما التفتش اليه. لما اقول ربي اني لما انزلت الي من خير، من عموم الخير فقير، المشروع في ذلك انك تسال يعني تفاصيل في امر الاخره وفي امر الدين. يعني مع انه بيقولها ده ضمن الايه، ربنا اتنا في الدنيا حسنه، لكن يقول كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اجعل الحاجات دي تبقى لها عمل صالح يبقى بعد موتنا،
ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. قال واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. ده جهاد من أجل الدين، لأن الرسول لم يعادي أحدا لدنيا وطلب النصر على من خالفه في الدين. كلها تفصيلات في أمور الدين، الأمر المطلوب يعني في أن يعني يفصل فيه الإنسان. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. نسأل الله العافية. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. كلها أدعية متعلقة بالدين في المقام الأول أو تشمل الدنيا والدين. قال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، يقول وقال وهي الكبرى واسمها صفراء وقيل صفراء وقيل هي الصغرى وهي ليا وقيل صفيراء. إحنا القرآن والسنة لم يذكر لنا أيهما التي إيه أتت، ولا اسمها ولا طولها ولا شكلها. ولا سيدنا موسى دور على الموضوع ده لما جي سألهم قال ما خطبكم، ما قال لهم شي، انتوا عندك كم سنة وانتي اسمك ايه وباباكي بيشتغل ايه وطلع هنا ليه ولا لا، ما خطبكم كلمة وخرد غطاها. فاحنا بقى ما عندناش احاديث صحيحة، فاللي هيقولوا هي فلانة واسمها كذا اللي هو زي ما كاتب كلها اسرائيليات ما عندناش خبر فيها. هم على فكرة مهتمين جدا بالايه بالاسرائيليات دي. تمشي على استحياء، حالتي المشي والمجيء، هذا دليل كمال إيمانها. على استحياء حالتي المشي والمجيء، جاءته تمشي في المجيء وهي جاية وهي ماشية، يعني الحياء صفة غالبة عليها أو صفة ظاهرة فيها، وهي لما وصلت عنده وهي ماشية وهي جاية. هذا دليل كمال إيمانها وشرف عنصرها، لأنها كانت تدعوه إلى ضيافتها ولم تعلم أيجيبها أم لا، فأتته مستحيية. صراحة هضم للمعنى حقه، إن احنا نقول عشان هي مكسوفة حتى إيه حتى حيقول لها حتى هيجاوبها ولا لأ. لا، هي في الحقيقة المرأة المسلمة أهم صفاتها الحياة في كل شأنها، وهي بتمشي يعني مش هتطلع تجري ولا ماشية جريئة، لا هي ماشية كأنها مكسوفة وهي ماشية. قال عمر بن الخطاب جاءت مستترة بكم درعها على وجهها من الحياء. والأثر بتاع عمر رضي الله عنه أجمل بكثير جدا، جايبه هو ناقص في الحقيقة، يعني هو سند صحيح لعمر رضي الله عنه، رواه ابن أبي حاتم عن عمرو بن ميمون. قال عمر رضي الله عنه جاءته تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها ليست بسلفع من النساء ولاجة خراجة، دلاجة ولاجة خراجة. قال الجوهري السلفع من الرجال الجسور، ومن النساء الجريئة الصليطة، صليطة اللسان يعني تتكلم بعنف وشدة. لا هي بتتكلمش كده، بتتكلم بالراحة جدا ومتأدبة. قائلة بثوبها على وجهها، مغطية وشها وليس بكم درعها، يعني الموضوع كم درعها ده مش ولد في الأثر، الكلام على أن تغطية الوجه. قائلة بثوبها، قائلة يعني فاعلة، يعني بيسألوا ايه قال كذا فحكى كذا، قائلة يعني مغطية وشها. وهذا دليل على أن النقاب عريق في الأمم الصالحة، في عند الصالحات، فأن تغطية المرأة وجهها من الحياء، من كمال حيائها أن تغطي وجهها.
قائلة بثوبها على وجهها، سواء قلنا النقاب فرض أو مش فرض أو مستحب يعني، فلا شك أنه من الإيه؟ من الحياء، وأن ذلك من أحسن صفات المرأة. لم يذكر الله سبحانه وتعالى أي صفة من صفاتها، لا طول ولا قصر ولا سمنة ولا نحافة ولا لون بشرة بيضة ولا سودة ولا أمحية، لون عينيها مش دي اللي بيدوروا عليها الشباب اليومين دول، يقعد ايه يقول اللي بيعتها، ولو يقعد يبص يقعد يبص على ايه، على عينها لونها ايه وشعرها طوله ايه، ويبعت واحدة طبعا يعني عشان هو مش هشوف وجهه الكفين، وبيضة ولا لازم يبعت واحدة بيضة. لما الاقي كده واحد بعت لي مواصفات عروسة بيدور على الحاجات دي، اروح جاي ركن الورق على جنب. ليه؟ لانه مش هو دي اللي ايه، ده عقلية ليست سوية. انت الحاجات دي كلها بيتعود عليها الانسان، يعني هقول لكم كل الحاجات الامر ده، يعني بيتجوزوا ملكات جمال وبيكملوا الشهر ويتطلقوا ويبقى خلاص الموضوع بالنسبة لهم خلاص، الانسان بيتعود على كده. زي بالضبط الحاجات اللي في البيت، يعني النيش مثلا اللي عندكم في البيت دلوقتي، ايه مدى الاستمتاع بالجمال بتاع النيش بقى قد ايه؟ يعني خلاص اتعودنا، البوفيه شكله حلو والسفرة شكلها جميل جدا والصالون حاجة روعة والنجفة الجميلة، معلش يعني في الحقيقة يعني انتم مدورين قوي على النجف اللي هنا، مفيش نجف مش كده؟ ليه؟ اصلا الموضوع مش هممنا قوي، الموضوع برضو في البيت بيتحول الى ذلك، يعني موضوع ان انا عايز وعايزة الحاجة الفلانية دي، يا اما الدنيا خربت يا اما انا ما يعني حياتي تبقى شقاء لو ما جاتش الحاجة الفلانية، وشمعنا انا ما جتليش الحاجة الفلانية، وشمعنا فلانة عندها كذا وانا ما عنديش كذا. ربنا سبحانه وتعالى ما ذكرش ولا صفة من صفات اللي بيدور عليها الرجال الا صفة الحياة. اللي بيدور عليها الرجال غير العقلاء، يعني غير الكامل العقل، لما يدور على مسألة الطول والقصر والسمنة والنحافة احنا بنقولوش لازم تاخد اي حاجة وخلاص يعني، بس المهم ان يبقى فيه قبول، ولكن بنتكلم على ان الصفة الاساسية في المرأة الحياء، هذا اكمل احوالها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد الناس حياء، اشد حياء من العذراء في خدرها، يعني كان زمان يجعلوا العذراء في البيت ايه، خدر، يعني ناحية من البيت، حتى لما تيجي النساء الاكبر تبقى ايه متجنبة، يعني يعني علشان تكون شديدة الحياء، عودوها على أن لا تختلط اختلاطا كثيرا. ولا قال عمر قائلة بثوبها على وجهها ليست بسلفع، الجريئة الجرأة في النساء أمر غير طيب، إنها بتتكلم بقوة وتتكلم ما مش هممها حاجة، هي ربنا ذكر أنها تتكلم بحياء في مشيها وفي مجيئها، يعني لما جت تتكلم كيف تكلمت، ليست بسلفة، معناها بتخرج، سبحان الله حاجة عجيبة جدا، بتخرج ترعى الغنم على الأقل كل يومين إن لم يكن كل يوم، لأن الغنم حيوانات ضعيفة ما بتخزنش مية، يعني الغنم عايزة إيه كل شوية يعني تشرب، فإما بتخرج كل يوم، ومع ذلك بيقول إيه ليست ولاجة إيه خراجة، دلاجة ولاجة خراجة، ولاجة دلاجة دلجت، يعني في الدلجة بتمشي بالليل مثلا او كده، او متعودة تمشي في اي وقت، ولاجة خراجة تخرج وتطلع تخرج وتطلع تخرج وتطلع. النهاردة عايز اخرج اتفسح شوية، على فكرة البيت هو الفسحة، الفسحة معناها ايه؟ فسحة القلب، ان الانسان الفسحة معناها انفساح الصدر، انشراح الصدر. ايوة ممكن الانسان ياخد مباحات لا مانع من ذلك، ولكن ليس هذا هو الامر اللازم لانشراح الصدر. انشراح الصدر بيكون بحال القلب مع الله عز وجل والعبادة وتلاوة القرآن، لكن متضايق او مخنوق او وكده وعايز اخرج علشان اهدى
لا الحقيقة لا، عايزين نهدأ يبقى نستريح نتفسح تنشرح صدورنا نتعبد لله عز وجل. ما بقولش ان الكلام ده حرام، لا، بس بقول مش هو ده ان تبقى صفة لازمة دي بتخرج كل يوم صبح تروح وترجع كل يوم. وذلك قال ليست ولجة ايه خراجة، يعني عمر رضي الله عنه بيتكلم على طريقة كلامها وطريقة مشيها، انها تخرج لحاجتها وترجع، تذهب الى ما تريده وترجع. ونلاقي حاجة عجيبة جدا في مسألة مجيئها، المرة دي خرجت ابوها اللي بعتها، مش كده؟ بعتها ليه؟ الله، الخروج هنا اللي كان اللي في صباح اليوم ده كان لحاجة اللي رعي الغنم، وابونا شيخ كبير وسقي الغنم ما فيش يعني حد تاني يقوم بهذه المهمة. المرة دي أخرجها ليتدعو هذا الرجل الكريم الذي سقى لها، سقى لهما. والدها أمرها أن تخرج الآن هذه المرة لحاجة أخلاقية وليس لحاجة مادية. الحاجة الأخلاقية إن إحنا عندنا إيه؟ إن إحنا عندنا مجازاة على الإحسان. لما حد يحسن إلينا يبقى لازم نحسن إيه إليه، مش إن أنا دايما آخد فقط، لا، على طول. تعالى ليجزيك أبي أجر ما سقيت لنا، جزاء الإحسان. وهو ما كانش عمل إيه السقي ده بأجرة، ولكن الأجرة هنا جزاء الإحسان، ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فكان الإنسان يتعود ويعود أولاده على أنه من أحسن إليه يحسن إليهم. الإحسان ده إحسان معنوي أحيانا، لأن هو ما عطاهوش حاجة ساعتها غير الضيافة المعتادة يعني، ولكن أكرم شيء كان يعني ساعده به الطمأنة. قال له لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. ثم التزويج بعد ذلك اللي هو الأعلى شأنا يعني وقدرا. فبنقول إن الأمر ده الإحسان، ولو بكلمة طيبة، ولو بابتسامة في الوجه، ولو بكلمة جزاك الله خيرا، ولكن ما تبقاش ميتة يعني، ما تبقاش كلمة جزاك الله خيرا بيبقى الواحد بيقولها وهو مش داعي حقيقة. لا، الدعوة بتضرع إلى الله إن ربنا يجزيك عنا خيرا لأنك أحسنت إلينا. الحاجات الأخلاقية من الأمور التي يعني لابد أن نربي أبناءنا وبناتنا عليها كما فعل هذا الرجل الصالح. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فأجابها منكرا في نفسه أخذ الأجرة، وقيل أجاب لوجه الله أو للتبرك برؤية الشيخ. كلام عجيب جدا والله، ولا أن هو فيه استنكار ولا حاجة. المؤمن الصالح لما حد يعطيه هبة يقبلها، ويعني كذلك إذا أعطاه مقابل ذلك هدية في مقابل الإحسان يقبل ذلك، ليس فيها يعني ما يقدح في هذا الباب. قال ابن كثير رحمه الله: قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قال: هذا تأدب في العبارة، لم تطلبه طلبا مطلقا لئلا يوهم ريبة. الوضوح في الكلام حاجة صفة أساسية لهاتين المرأتين، ما بيتكلموش مع الأجانب كلام موهم ولا كلام مبهم، كلام محدد جدا. وبعدين بتنقله إن ما تقولتلوش أنا عايزاك، إحنا عايزينك. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، كلام محدد وواضح، ما فيش كلام أخذ ورد وحوار طويل أو كلام مبهم تفهم منه أغراض أخرى. لم تطلبه طلبا مطلقا لئلا يوهم ريبة، بل قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا،
يعني ليثيبك ويكافئك على سقيك لغنمنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف، أي ذكر له ما كان من أمره وما جرى له من السبب الذي خرج من أجله من بلده. فسيدنا موسى أجاب لأن ذلك من الأمور اليسيرة السهلة، الإحسان وقبول الجزاء على الإحسان. كل هذه أمور ليست مما يصعب على المؤمن أو يعني يتعفف عنه، بل موسى أجاب لأنه بلا شك من يبحث عن مجازاة الإحسان هو فيه من علامات الصلاح، وحياء المرأة من علامات الصلاح، وذود أغنامهما لا نسقي حتى يصدر الرعاء من علامات الصلاح، عدم الاختلاط من علامات الصلاح. في حاجات كتيرة تقتضي ان هو ايه، ان هو يقبل على الإجابة في هذا الباب، وليس انه منكرا في نفسه اخذ الأجرة، لا، ده الامر ده كان يفعله الأنبياء دائما اخذا وعطاء. وايضا الدعوة مما يشرع الإجابة فيها وجوبا او استحبابا، طبعا ده قبل نزول التوراة ما نقدرش اقول بالوجوب، لكن احنا في شريعتنا اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا احدكم اخاه فليوجب عرسا كان او نحوه. يذكرون انه لما مشيت امرها موسى ان تمشي خلفه وتوجهه في الطريق، يعني بعضهم بيقول بانها تلقي له حجرا، ونرى ان هذا مبالغة، فإنما هي مشيت، أما المشي أمامها أن يمشي هو أمامها هو المتناسب مع الحياء، مش أنه هو يمشي طول السكة هو إيه ينظر لها من خلفها. بيقولوا هنا في قال محمد قال عمر وابن عباس وشريح القاضي وأبو مالك وقتادة ومحمد بن إسحاق وغير واحد، لما قالت إن خير من استأجرت القوي الأمين قال لها أبوها وما علمك بذلك؟ قالت له إنه رفع الصخرة التي لا يطيق حملها إلا 10 رجال، وإني لما جئت معه تقدمت أمامه فقال لي كوني من ورائي، فإذا اختلفت علي الطريق فحذفي لي بحصاة أعلم بها كيف الطريق لأهتدي إليها. الظاهر والله أعلم أن الكلام الذي في غاية الأدب للدلالة على الطريق مثلا ليس فيه ما يستنكر، ممكن تقول له بدل ما تحذف له إيه طوبة، يعني لو جه الصحابيات رضي الله عنهن لما كان يأتي ضيف تقول أين فلان، مش مثلا تخبط له وترمي له طوبة، لا، قالت أي قال النبي صلى الله عليه وسلم أين أبو الهيثم، فقالت خرج يستقي لنا، يعني ادخلوا. فإذا كانت يعني تكلم بكلام مفهوم ليس ممنوعا من ذلك، الممنوع التجاوز في طريقة الكلام والضحك والهزار والكلام الزائد عن الحاجة. يعني خرج يستقي لنا، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. الحاجات دي كلها كلمات محدودة قدر الحاجة، هو ده ما قال الله عز وجل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يبقى صير حاجتين، طريقة الكلام، نوع الكلام. طريقة الكلام عدم الخضوع بالقول، قلنا قولا معروفا قدر الحاجة وليس فيه تجاوز في الكلام. الكلام اللي بيبقى فيه تجاوز، والله رأيت بيوتا خربت بسبب تجاوز الكلام، كلمة في كلمة واحدة، وخصوصا على وسائل التواصل، خصوصا على الفيس وعلى الخاص وغير ذلك مما
يعني يبدأ بحاجة بسيطة ويصل إلى التعري الكامل، ثم بعد ذلك الموعد، ثم اللقاء، ثم الفاحشة، والعياذ بالله. الأمر ده أمر سبحان الله. امبارح واحد رمى نفسه من دور رابع مات، كان عند امرأة زوجها شعر بإعياء، رجع لقى الراجل موجود في البيت، نط من الشباك من الدور الرابع، كان نزل على يعني التكييف وقع بيه، نزل ميت. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بيبقى الكلام ده ازاي؟ بدايتها وسائل التواصل دلوقتي والتواصلات. أنا أحذر جميع بناتنا وأخواتنا من التجاوز في الكلام، الأمر الخلق الحسن الحياء، وأن تتكلم بالكلام المعروف دون خضوع بالقول. فلما جاءه وقص عليه القصص قال، يعني قتله القبطي وغيره من القصص مما يفعله فرعون ببني إسرائيل. وقتله للناس وظلمه وجبروته. حتى وصل ماء مدين. ده دليل على أن موسى عليه السلام استراح عند الرجل واطمأن إليه وقص عليه القصص. هذا الموضع من السورة الذي سميت به السورة، وقص عليه القصص. فمن أجل ذلك يعني كلمه هذا الكلام وأخبره بحاله. ابن كثير رحمه الله رد القول بأن هذا هو شعيب عليه السلام، لكنه رجل صالح، حتى لو ثبت أنه اسمه شعيب فليس بشعيب النبي. قال رحمه الله، قد اختلف المفسرون في هذا الرجل من هو، على أقوال، أحدها أنه شعيب النبي عليه السلام الذي أرسل إلى أهل مدين، وهذا هو المشهور عند كثير من العلماء، وقد قاله الحسن البصري وغير واحد، ورواه ابن أبي حاتم عن مالك ابن أنس أنه بلغه أن شعيبا هو الذي قص عليه موسى القصص، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وقد روى الطبراني عن سلمة بن سعد الغزي أنه وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له مرحبا بقوم شعيب وأختان موسى هديت. حديث ضعيف. وقال أخرون بل كان ابن أخي شعيب، وقيل رجل مؤمن من قوم شعيب. وقال أخرون كان شعيب قبل زمان موسى عليه السلام بمدة طويلة، لأنه قال لقومه وما قوم لوط منكم ببعيد. وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل عليه السلام بنص القرآن، وقد علم أنه كان بين الخليل وموسى عليهما السلام مدة طويلة تزيد على 400 سنة كما ذكره غير واحد، عشان 12 واحد وأولادهم المبشرين يوصلوا إلى 600,000 مثلا، إما محتاجين كم جيل، وعشان يحصل التغير الشديد في الحال بعد ما كانوا جايين في دار الإكرام تحول الأمر إلى شدة الاضطهاد والاستضعاف. فالأمر ده لازم يكون وصلوا لعدد ضخم كبير، ولذلك على الأقل هذه المئات من السنين. قال وقد قيل وما قيل أن شعيبا عاش مدة طويلة إنما هو الله أعلم احتراز من هذا الإشكال. ثم من المقوي لكونه ليس بشعيب أنه لو كان إياه لأوشك أن ينص على اسمه في القرآن ها هنا، وما جاء الله أكبرك، وما جاء في بعض الأحاديث من التصريح بذكره في قصة موسى لم يصح إسناده كما سنذكره قريبا إن شاء الله. ثم من الموجود في كتب بني إسرائيل الله أكبرك أن هذا الرجل اسمه ثيرون،
قال أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود: ثيرون هو ابن أخي شعيب. وعن أبي حمزة عن ابن عباس: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: الذي استأجر موسى يثري صاحب مدين. رواه ابن جرير. ثم قال: الصواب أن هذا لا يدرك إلا بخبر، أشهد أن لا إله إلا الله، ولا خبر تجب به الحدة في ذلك. هذا الاتفاق على ظلم فرعون وعلى أشهد أن محمد رسول الله والطمأنينة التي بثها هذا الرجل في نفس موسى: لا تخف، طب عيشا أشهد أن محمد رسول الله. وقر عينا فقد خرجت من مملكتهم فلا حكم لهم في بلادنا. قال هنا: لا تخف نجوت من القوم الظالمين. هو يقول قال شعيب، وده خطأ منه، يعني لا تخف نجوت من القوم الظالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله، أي فرعون وأصحابه، لأن فرعون لا سلطان له على مدين، وفيه دليل على جواز العمل بخبر الواحد ولو عبدا أو أنثى، وعلى المشي مع الأجنبية مع ذلك الاحتياط والتورع. هو إيه اللي جبني من خبر الواحد هنا بقى؟ لا، قبل خبر المرأة. إيه اللي خلاه يتحرك؟ هي قالت له إيه؟ إن أبي يدعوك، مش كده؟ ليجزيك أجر ما سقيت لنا. أن موسى قبل خبرها حين قالت له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، عشان كده قال: ولو كان إيه؟ امرأة، ولو كان عبدا أو أنثى. وعلى هذا كل العلماء أن الروايات في من روايات النساء في الأحاديث كلها مقبولة وصحيحة، إلا أبواب الشهادات فهي التي تحتاج إلى إيه؟ إلى بعض الشروط. ففي الأموال شهادة امرأتين كشهادة رجل، وأما في الحدود فسبق أن بينا أن المرأة لكونها عاطفية تتأثر تأثرا شديدا بالفرح أو بالخطر أو بالشهوة التي تراها أمامها، فربما لم تضبط الموقف، يعني عشان تشوف مشهد جماع هتقدر تشاهده بالضبط وتفضل مستمرا أن تنظر إلى فرج في فرج عشان تشهد بذلك، صعب جدا، ليس هذا هو المعتاد على المرأة، ولذلك يمكن أن يحصل اختلاط. وكذلك هتشوف واحد بيقتل واحد، ده لو فضلت واقفة على رجليها يبقى كويس، لا الأغلب الأعم أنها تقعد تصوت ولا تفرب أو صوتها يروح خالص ولا حاجة. فالأمر فعلا من محاسن الشريعة وطبيعة مراعاة طبيعة المرأة، مش يقول لك تتنقصونا، احنا ليه النقص ده ونقص المرأة كلام غلط، ده أولا ده كلام ربنا سبحانه وتعالى في القرآن، اللي بيعترض على الكلام ده بيعترض على كلام ربنا في القرآن مش في السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي استنبط لفظ النقص فقط، لكن القرآن قال: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. تشريحيا حجم مخ المرأة وموضع تخزين المعلومات فيه أقل من حجم مخ الرجل، هي ربنا خلقهم كده يعني. فالتخزين المعلومات طبعا ده مش معنى ذاك ان كل النساء زي كل الرجال او الرجاله كلهم اكمل من كل النساء، لا، في رجال اضعف من ايه، من اقل انقص من الناقصات، لكن نتكلم على ان الروايه غير باب الشهاده، الروايه باب خبر، يبقى محتاجين ايه، ثقه وضبط وامر المعتاد فيه، بخلاف يا إما أقول منظر يا إما منظر مفزع زي سرقة أو قتل. تخيلوا كده واحدة دخل عليها الحرام، هي تعمل إيه؟ حد تخيل كده قبل كده؟ هتبص تلاقي ها؟ ممكن تقعد مكانها، ما تشوفش إيه المعالم الشخصية، ما تبصش على وشه كويس عشان نقول لأ دي شايفاه وعارفة مين هو وتعرف تشهد عليه بعد ذلك. الأمر ده في المعتاد ليس هو الطبيعي، في بعض النساء يعني عندهن ذلك يبقى، لكن ليس هذا هو العام الذي يبنى عليه التشريع.
ولا عبرة بالنادر. فعشان كده الرواية أمر يعني أمر هين، يعني أقصد هو ممكن يبنى عليه الدين والتشريعات العامة، لكن أقصد ساعة التحمل ليس فيه خطر وليس فيه مثلا فرح شديد. لين المرأة ما تنفعش تشاهد على عقد النكاح، أهم حاجة عندها إيه؟ إيه العروسة كانت لابسة إيه؟ والعريس ده كان لابس إيه؟ ولابس كرافتة ولا بيبيون؟ ولا البدلة كان لونها إيه؟ والزغروطة اللي حصلت، وأهم حاجة الحاجات اللي بتحصل في الفرح. أنا واحد بيعرف بنات بيتجوزهم عشان أهم حاجة إيه؟ تلبس الفستان الأبيض، تبقى جوازة بايظة خالص مش نافعة، والراجل ما ينفعش. ومع ذلك أهم حاجة إيه؟ يوم ليلة الفرح ده، واللي بعد كده زي ما تيجي بقى مش مشكلة. فلذلك بنقول إن طب هتشهد على الزواج إزاي؟ ده في ناس انت فعلا سمعتيه هو بيقول زوجتك ابنتي. الفرح العالم ده ممكن يغطي على الايه، على دقة الشهادة، فما تصلحش للشهادة لا على الطلاق ولا على الايه ولا على الزواج. ففي عقد الزواج ما لا تصلح المرأة لذلك. الطلاق يعني طب وكده ظلمها وكده افترى عليها وكده شفته لبثت، يعني ممكن تبقى العاطفة متغيرة جامد جدا. فبنقول الرواية لا، او الرواية امر في الحياة المعتادة، ليس في حادثة يعني انتقال من حال لحال. فلذلك كان هذا الأمر أن الرواية خبر الواحد بما فيه الواحدة مقبول ويبنى عليه العمل، والمشي مع الأجنبية مع ذلك الاحتياط والتورع أن هو يمشي قدامها أو حتى بخطوات يسيرة عشان ما يمشيش جنبها. ناخد من الكلام ده إن هو لو واحدة ركبت مثلا في تاكسي ولا عربية تركب فين؟ تركب ورا، تركبش جنب السواق الأجنبي، ده من الأدب والحياء يعني المروي. التوافق اللي حصل على ظلم فرعون أدى إلى توافق عظيم وتقارب بين شخصية الرجل الصالح وموسى صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.